ست نقاط باخر كوارتر. هو بالنهايه كان ميزتنا بهالدوره، ميزتنا بهالدوره انه عم نجرب نعمل باتر ديفنس. باول هاف حطوا فينا 41 بوينتس، قلنا لهم انه شو بدكم بالاوفنس مع لبك منه راكب الفريق بالاوفنسيف سايد، قلنا وي ويل ورك، وقف فادي، وقف رامبرت اللي كان حاطط 17 بوينتس، ونقدر نمشي بالالمنتس وناخذ الخبره تبعنا للاخر، خاصه مايك فريزر كيف قتل عفاد الخطيب كانت الكي تبعنا لنربح. انا بدي اشكرك، بدي اقول لزميلتي لما يلي ما كرم